في سفر الرؤيا, وده سفر مجازي ورمزي جميل, بيقول يكلمنا عن شجرة الحياة وعن نهر الحياة. والبعض بيرى في شجرة الحياة رمز بسيط للمسيح اللي قال أنا هو القيامة والحياة, أنا هو الطريق والحق والحياة, اللي في يوحنا واحد يقول فيه كانت الحياة, فالمسيح هو شجرة الحياة. أما نهر الحياة فالبعض يرى صورة للروح القدس, لما المسيح قال من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي, قال هذا عن الروح القدس. يعني في المسيح في السماء وفي الروح القدس اللي متعنا بكل بركات وتعزيات وأفراح السماء. جمال السماء روحي تماما, خالي من كل فكر جسدي أو حسي.